السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا قبل كده على منصة اونس اي اي، وجالي كومنت ان دلوقتي الموقع بقى جامد اضعاف اللي كان عليه في الفيديو. خلال الفترة اللي فاتت دي تم اضافة بعض الحاجات الكتيرة زي توليد الصوت بلهجات مختلفة، ويبقى صوت الفنانين او تحدد الصوت اللي انت عايزه، وتوليد الصور، وبقى اقوى في تحليل وتلخيص فيديوهات اليوتيوب. فنعمل بقى فيديو جديد بعد التحديث الكامل للموقع. حاضر. طيب دي المنصة هيت زي ما انت شايف الخدمات موجودة هنا. ممكن مثلا نقول له المحرر النص الذكي AI. ندخل بقى نشوف ايه اللي احنا محتاجينه. ممكن مثلا توليد مقالة قصيرة، افكار لتدوينات، مقدمة للمدونة، في صحح نحوي لو انت عندك نص وعايز تتأكد ان هو مفيهوش اي اخطاء تقدر تجيبه هنا. طيب ممكن نقول له مثلا، خلينا نخش مثلا على كاتب الفقرات ونختار الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه. تمام، ايه الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه؟ وليكن مثلا ممكن مثلا ايه، دروس من التاريخ كيوردز. ممكن بقى عايز حاجة معينة تبدأ تقول له مثلا ايه، التاريخ الاسلامي، وتقدر تضيف فاصلة وتضيف حاجة تانية وهكذا. تمام. طيب انت عايزها تبقى كام حرف او كام كلمة؟ الابداع عايزه يبقى مميز او اقتصادي. ممكن يلتزم، لو اقتصادي هيلتزم بالمكتوب في الصفحات التانية هياخد بس ايه، فاحنا نخليها جيد. تمام. نبرة الصوت متحمس، غير رسمي، رسمي، احترافي، في مثلا بصيغة المؤنث المذكر، كتوم. كتوم ممكن ما يكتبلناش حاجة يعني، فخليها احترافي. هو يبدأ يكتب لنا النص. وزي ما انت شايف في أدوات مثلا زي إن أنت تعمل ريرايت، إعادة للكتابة في النصوص. كتب لنا هو الحاجة هوت. تمام. ممكن أنت عايز تخليه يكمل، فممكن تقول له مثلا استمر، ممكن عندك تعديل معين وهكذا. ممكن عايز تحط رابط معين، هتبدأ تعمل سيلكت وتقول له أنا عايز أعمل رابط اهوت. ممكن هنا تقول له ريرايت او سمرايز، لخص لي او خليها لي اكتر يعني. هعمل سيلكت مثلا على الجزء دوت واقول له اشرحها لي بشكل افضل يعني. فيبدأ يعمل اعادة صياغة، بس بدل ما هي 4 سطور ممكن يخليها 6 7 وهكذا. تمام. نعلم على ديت، وتيجي هنا وتقول له مثلا عايز ترجمها لي للغة معينة، او صلح لي الاخطاء بتاعت الجرامر، او حسن لي الكتابة. فكويس ان المميزات دي كلها موجودة في مكان واحد، وترجمها وبدأ يحسن لي الكتابة. طيب خلينا نرجع للوحة التحكم. ممكن نقول له مثلا مولد الفيديو AI، بيقول حط صورة. تمام. طيب ممكن نخليه هو اللي يعمل الصورة، مولد صور AI يسقف لنا صورة وبعد كده نحطها هنا. أنا عايز مثلا صورة فراشة مصرية. هو بقى ازاي خلاها فراشة مصرية دي بقى مشكلته. مع خلفية نجوم. تمام. ونعمل له توليد. تمام. انت ممكن تقول له ديل اي 3 او ستيبل ديفيجن. فهنا الموقع بيديك خدمات كتيرة، فبدل ما بتشترك مثلا في موقع واحد، لا انت ممكن تشترك في موقع دوت وهو يبدأ ان هو يجيب لك خدمات من ديل اي ومن مولد الفيديو ومن شات جي بي تي وهكذا، فكأنك مشترك فيهم كلهم. طيب تعال نشوف الصورة. فعمل لي الصورة بالشكل دوت. انا مش هقول لكم حلوة ولا وحشة، سيبكم تحكموا. بالنسبة لي الحمد لله كويسة. تمام. فعمل لي 3 صور همت، وكل واحد فيهم تقدر تعمل لها داونلود. خلينا نعمل مثلا ده داونلود.